السلام عليكم. طبعا في الدرس السابق ما حطيتش الزر هذا إضافة مادة، حطوا الزر هذا وخلي انيبل. طبعا أنا تفاديت إنه أنا لما أعمل تسجيل يضيف لي أكثر من مادة، يعني مش مادة واحدة، بعدين بعمل تثبيت. تمام. طيب إحنا ما علينا قلت في البرمجة، إحنا بس في التصميم وبس. طيب لقيت أنا أول ما أضغط على تسجيل أو حذف كورس لطالب بدي إياه يملي لي هاي اللي هي إيش المواد. طب اي مواد؟ مواد الفصل الدراسي الاول او الثاني حسب الفصل الدراسي الماشي. تمام. طب انا كيف بكون عارف هذه الشغله؟ طيب انا بدي اياه اول ما ادخل على المين منيو يعمل لي اللي هي سيلكت، يختار اللي يشوف لي اي فصل دراسي انا. تمام. طيب طبعا احنا قبل كنا نعرف اني فصل دراسي عن طريق السيلكت. انا لما اضغط على اللي هي تحديد فصل دراسي كان يشوف لاني فصل دراسي، لكن انا هذا انا بقدرش اجيب اي قيمه. طب لكن انا بدي اياه، يمكن افرض انا ما دخلتش على فصل التحديد فصل الدراسي، اعطوه فتحت المين منيو. المين منيو هي الواجهه، يعني هي اللي انا دائما بكون فايتها. تمام. يعني انا بدي اجي اعمل هنا في السورس حاجه اعمل كود بسيط. ايش هذا الكود؟ هعمل هنا متغير اسميه انتجر السي ام، انتجر السي ام. تمام. طيب حاجه هنا هقول له عندك بنعمل كونكشن، لكن الكونكشن حيكون بسيط محدود داخل الداله بس. هنا قال ايش؟ سيلكت سيمستر. تمام. طيب وحاجه اقول له اعمل لي كريت لي اياها، اقول له روح عليها، هقول له بالضبط كده. اقول له عندك هنا كونكشن، بس لازم انا اعمل ايش؟ كونكشن اسميه كون، بدي يساوي كونكشن داتابيز دوت كونكت. تمام. هاجي اعمل لهذا ايش؟ امبورت سي كيو ال. تمام. باقي ايش هقول له؟ هقول له عندك تراي كاتش. طيب هنا هيكون فاينالي، وهنا حيكون كون فاينالي حيكون هنا فاينالي. هقول عندك تراي كاتش، هقول عندك كون دوت كلوز. تمام. هنا حيقول له كوماند بده يساوي اللي عندك الكونكشن. طب ايش الكوماند هذا؟ انا مش عارفه، يعني هذا ايش؟ بيبير. طب انا ممكن اطلع فوق وحدد اللي هي الكونكشن، اخلي اياها كله، وهاجي هنا تحت واحكي له عندك بيبيرد ستيتمنت اس تي او كوماند بده يساوي كونكشن دوت بيبيرد ستيتمنت. هقول له ايش؟ سيلكت ايش؟ كل شيء فروم، من وين؟ من السيمستر. هاجي اقول له السيمستر هنا، اعد التسمية وات اسمها وحط لي هنا اعد التسمية كوبي قولو بيست. طيب هو حجيب لي هو اصلا سطر واحد، فانا بلزمنيش اني اعمل ايش؟ اعمل له اللي هو وير وكذا والاخر. تمام. طيب هقول له عندك هنا ار اس تي بده يساوي اللي هي الكوماند دوت اكزكيوت كويري، بس هنا نحط execute query، وهنا هنحط له result set rst. تمام. هقول له عندك ال rst.next امشي اللي ماشي. تمام. طيب هقول له if اذا كانت، هقول له integer هنا dot parse int. تمام. اللي هي rst.getString اذا كان اول عمود هذا الفيرست، اذا كان بيساوي، اقول له هل يساوي الواحد؟ فهو حيقول لي انه قيمة اللي هي السي ام بدها تساوي واحد. بس في عندك هنا مشكلة، rst في هنا ناقصة قوس.
هنا حنسك هاي تمام. أقول السي ام بيساوي واحد، else السي ام حيساوي اتنين، السي ام حيساوي اتنين. هاي بكل بساطة أنا حددت كيف أي درس أي فصل دراسي حاليا، تمام؟ إذا كان واحد هذا، إذا كانت هي بيساوي واحد، إذا كان العمود الأول بيساوي واحد هو إيش؟ بكون في السمستر، إذا كان لا، إذا كان تساوي صفر فهو حيكون فصل تاني، تمام؟ أنا كده هيك بني الدرس، إن شاء الله في الدرس القادم رح نيجي نعرف إحنا كيف نعبي هاي، كيف نعبي التيبل في البيانات. شوفوا الدرس القادم، والسلام عليكم.